الساقطة للحارس العلاوي. الوفاق يتمكن من فتح مجال التهديف في وقت حرج جدا وحساس جدا، حتى المدرب مزيان إغيل لم يكن راضع تماما على أداء الدفاع في هذه اللقطة البينية والتمريرات البينية بين عناصر الوفاق. ثم في الأخير يتمكن اللاعب قندوسي من فتح مجال التهديف بتسديدة قوية، هذه كرة جاءت من اللاعب بن عياد ثم سدد استلام الكرة بطريقة وبكيفية رائعة من اللاعب قندوسي، يتمكن من التسديد ومباغتة الحارس العلاوي وفتح مجال التهديف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمقابلة المثيرة والمثيرة جدا بين الوفاق وهلال شلغوم العيد، مباراة متأخرة عن الجولة الأولى من افتتاح البطولة. الوفاق يتفوق في الأخير